تهتدي أسي الناس ما رأسه ضرب كثير من الناس أو بعض الشباب يقول لك يا مولانا والله نحن تحيرنا ذاك يجونا ناس في التلفزيون يتكلموا لنا ديل كدي وديل كدي يغنعونا يجونا التانيين يغنعونا ديلك يغنعونا كلهم يقول لك الله قال الرسول قال صلى الله عليه وسلم وكلهم أي واحد عنده رأي في التاني الحاسد شنو يعني نحن نقبل وين نعمل شنو نفهم الدين ده كيف تفهم الدين بفهم الصحابة وتقبل تسأل الله سبحانه وتعالى تسأل الهداية بصدق لو انت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم بتستشعر الكلمة دي والدعاء ده وانت صادق مع الله سبحانه وتعالى بيهديك بيهديك يا اخ سلمان الفارسي رضي الله عنه ده عاش سنين طويلة طبعا هو في العمر اكبر من الرسول عليه الصلاة والسلام بسنين طويلة جدا بل ابن الجوزي في صفة الصفوة قال كان عمره يمكن ما تصدق لكن انا مصدق قال كان عمره 250 سنة صدق كلام زي ده قال وقد حضر بعض أصحاب عيسى عليه السلام أو ناس حضروا عيسى عليه السلام هدى أدركن تخيل التاريخ ده كرر لما نوصل زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرأ إسلامه وأقرأ قصته بتلقى إنه الكلام ده ما غريب ليه؟ لأنه بدأ بيعبد النار بيعبد النار زي ما أبوه كان بيعبد النار وأبوه كان بيحبه ربطوا بي جنازير قال لا صوما تمرق برا أنا بجيب لك الأكل والشراب من المزرعة وأي شيء بس أنت تقعد لي هنا ربطوا بي جنازير يوم فكاو قال له امشي المزرعة جمع شنو كذي مهم حاجات لما مشى مرة بكنيسة والوقت ده كانوا على الحق قبل ما يحرم فلقاهم بيعبدوا بيبكوا عجبته العبادة قال خلاص أنا أبقى زي ديل لكن أبوي ما بخليني فسألهم قال لهم أفضل زول الآن في الكرة الأرضية أعبد زول وأتقى زول منو قالوا فلان الفلان جا راجع البيت بجنازيره لقى فرصة بالليل سافر مع تجار هرب عشان يمشي المنطقة اللي فيها العابد ده وده كان من أعلم النصارى يومئذ كان القسيس بتاعه وكان عليه حق بعدين لما وصلوا أو كان من قساوستهم لما وصل في الطريق وصل القسيس ده لما وصلوا قعد معاه فترة لما جاء يموت قال له يا بني اذهب إلى فلان فإنه من أتقى أهل الأرض أمش له مش له الثالث أمش له مش له آخر واحد قال له تاني ما بعرف زول كويس لكن ده زمن بتاع نبي من الأنبياء بيظهر والنبي ده بيظهر في جهة معينة فأمش له أشار له إلى جهة مكة والمدينة فلما مشى مع تجار غدروه في الطريق وباعوه قالوا كده كبر في السن باعوه رضي الله عنه ومن باعوه اللي اشتراه يهودي وداه المدينة وعنده نخيل شغال في النخيل وبيترقب ده زمن النبي المرتقب وعنه جاء ما جاء في النهاية سمع وفوق النخل فوق النخل بيقطع فيه سمع اليهودي مع صاحب له ده قال له جاء رجل من مكة يدعي أنه نبي قال ما وصفه ما صفته قال كذا وكذا قال إن كان هو إذن هو إلى آخر بقى يتكلم ده نزل بقى يسمع ما الموضوع بهم لما سمع قام قال للرجل الغريب شوف منجذب نسى أي شيء قال أين بلغ قال فلطمه اليهودي قال وما شأنك أنت وهذا يا عبد اصعد فارتقي قال لي تمالكم على شيء اطلع اطلع
للنخل. طلع ثاني بقى شنو؟ شغال في النخل إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد ذكر له القسيس والعابد ثلاثة أوصاف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتخفى له من الليل، فجاءه بتمر وبأكل، قال يا محمد كل هذا، قال كل هذا فإنه صدق، فقدمه لأصحابه، قال كل، قال لا نأكل الصدقة، قال هذه واحدة. جاءوا تخفى له لحد ما جاءوا بالليل بالنهار، المهم تخفى له. جاء المرة الثانية شاي الطعام، قال خذ هذه هدية، فأكل ثم قدم إلى أصحابه، قال هذه ثانية. الثالثة لقاه في المغابر بيحفر مع الناس بحفره، فجاء من خلفه من ظهره وأخذ يترقبه، فلاحظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ إنه الزول ده وراه داير حاجة معينة، فأخذ ينظر إلى ظهره، فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فرأى موضع الخاتم، خاتم النبوة، فأقبل عليه يقبله ويقول أنت رسول الله، أنت نبي الله، ثم أسلم. الشاهد من الكلام ده، سنين طويلة بعد ذلك تعاونوا على عتقه، على عتقه وأعتق وصار من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد هنا إنه الزول اللي فيه خير ودائر الهداية بحق ده الله بيهديه، تسأل الله الهداية بصدق. الحاجة الثانية تتبع الصحابة، لأن الله ذكرهم في القرآن، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت مش دار الله يرضى عليك ويدخلك الجنة؟ آي ده قال لك وعد من الله تعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء هم الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو دار الله يرضى عليك وتفوز تتبع الصحابة، وهذا ما يسمى بالدعوة السلفية، كما قال الألباني رحمه الله. قال الدعوة السلفية المقصود بها الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال لكن قد الكلام ده يبقى طويل للزول لما تقول له الكتاب والسنة بفهم السلف وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، عشان كده اختصروها في كلمة شنو؟ السلفية. والسلفية مش معناها تجي تسجل اسمك وكان ما جيت الاجتماع بحلقوا لك صلعة، ما في كلام زي ما في، لا تبقى مع زول ولا تتابع زول من الناس الموجودين الآن إلا من كان على الكتاب والسنة بفهم الصحابة. وده كونه انت تنتهج المنهج ده ما إلا تبقى في حزب ولا في طائفة، أبقى حر براك. قالوك يا زول انت شنو؟ تابع لنا شنو؟ ما تابع لأجهزه، مسلم حر بس مستقيم. لا، الدين بتفهمه كيف؟ مرجعيتك في الدين كتاب والسنة، بيفهم منه؟ بفهم الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا، ما أي إيمان، كما آمن الناس، ده الإيمان اللي بيرتضيه رب العزة والجلال. اليوم اللي بتخلي منهج الصحابة بتحصل المشاكل. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم شنو؟ في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تلقاهم في شقاق، أسي الليلة تلقى 20 طائفة وتلقاهم ده تقول له انت القرآن عندك في رأي؟ يقول لك لا لا. السنة عندك فيها رأي؟ يقول لك لا لا. الثاني تقول له القرآن عندك في رأي؟ يقول لك لا لا. السنة عندك فيها رأي؟ يقول لك لا لا. الثالث القرآن عندك في رأي؟ لا لا. السنة عندك فيها رأي؟ لا لا. انت يا الأول راضي من الثاني؟ يقول لك لا لا، ده بختلف معه. وانت يا الثاني راضي من الثالث؟ يقول لك لا، ده بختلف معه. القرآن بيختلف مع السنة؟ لا.
القرآن بيختلف مع القرآن؟ لا. السنة بتختلف مع السنة؟ لا. طيب انتوا اختلفتوا ليه؟ بقول لك احنا القرآن ده والسنة بنفهم بيفهم المفكر الفلاني ده كبيرنا، مفكر بتاعنا ده، فكر لهم بيجيب لهم افكار ذاته تحير اللي بيفكر. والله ده بيفهم القرآن والسنة بيفهم زعيمه، داك بيفهم شيخه شيخ الطريقة بتاعته، داك بيفهم شكي رب العزة والجلال قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فإنت تابع الصحابة والله ديل أحسن ناس، أفضل ناس، وديل خط حمر أي زول يصلون تبعد منه طوال، وما تكتفي بالبعد منه بل لا بد أن تحذر منه. ما تقول أنا خلاص خليته أها والناس يمشوا له، تحذر منه طالما ما في غيرك يحذر، أو أنت بتقوم بفرض الكفاية تتحذر منه، تحذر منه طوال، تقول ده تكلم في الصحابة ولازم انتهى الموضوع، تزيح منه طوال تبتعد منه. يا أخي ناس كانوا محدثون من المحدثين المحدثين ويروا عنهم، لما واحد منهم سمعوا انه انا ما داير اذكر اسمائه، سمعوا انه فلان ده يتكلم في عثمان قال لا انقل عنه ولا اروي عنه ولا احدث عنه، تلقى عنده مصنفات بعد يلقى بها في الارض وفي البحر، في البحر لا يلتفت اليها، لانه الصحابه ديل وكل وعد الله شنو الحسنى اتبعوا. يا اخي عليك الله ناس اتبع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولا أتبع ناس السيد ما أخذ دكتورة وبروفيسير وكذي، تلقى دكتور حاجات كثيرة فايت عليه، من درسنا في جامعة بدرسونا دكاترة، الدكتور بيجيب لك مسألة تدي الدليل لك لا لا ما بختن، بكره في النهايه تجيب له التفسير يقول لك ايوه خلاص صح، ده لو يتواضع وقرر لك بالصح الدليل ما يرجعه، تقول له القصه دي ضعيفه، قصه ابي موسى الاشعري مع عمرو بن العاص وبتاعت الخاتم دي ضعيفه يا اخي مكذوبه عن الصحابه، معقول الصحابه يتخادعوا كده؟ تدي المراجع بتاعت التضعيف، تقول لها مش راجع الشيء اللي حصل بين الصحابه دي، راجع شرح السنة للبربهاري، راجع العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي، ابن العربي راجع الفصل لابن حزم، راجع منهاج السنة لابن تيمية، راجع المراجع المنصفة، الذكر ديل بالخير وما خاضوا فيهم، يقول لك لا 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 انت ولد انت تلميذ وانا دكتور، ما خلاص دكتور لما انت مش كده تلاقي الصحابة قدام تجيب قدام الله انت تحل لك كلمة الدال دي، دال وجنبها نقطة تحت صغيرة دي بتحل لك يا زول، بروفيسير يدرس تلقاه يقول لك أشياء، والله ده واحد بيدرسنا كان بروفيسير وبيجيبوه في الرادي ما دار يجيب اسمه بروفيسير عديل، ده جاب لهم مسألة ونبس فيها الزول اللي بيقول بها، قالوا لي دي بيقول بها ابن عباس رضي الله عنهما، ما رايك شنو؟ وشتم ويتكلم نبز الزؤل اللي بيقول بالمساله دي والى الله المشتكى. لذلك انت ما تقتر لا بجيبوه في التلفزيون، بجيبوه في التلفزيون يعني مقياس؟ ما اعرف الناس يقول لك بجيبوه في التلفزيون، مع ناس متاعب بجيبوه في التلفزيون بيتعبوا الناس وبيبقوا مارقين، ده ما بجيبوه في التلفزيون برضه يقول لك الزول يا مولانا تمام، زول خطير، زول ده بدرس في جامعة، جامعة عديل بدرس فيها، بدرس في جامعة ده ما مقياس، دي ما حجة، النبي عليه الصلاة يقول لك أنت عندك دكتورة؟ لا لا ما عندي، أنت ترد على دكتور؟ أبو هريرة عنده دكتورة؟ ما عندي، في دكتور بيقول أنا أفضل منه، أعلم منه؟ ما في، وده ما طعن في جميع الدكاترة، في ناس عندهم علم ومحترمين
لكن انا ما دار اشتت لك الكلام، لو دار تفهم الدين تفهمه بفهم الصحابه. يكفي في النقطه دي انه الناس ديل كانوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام، بيجوا يسالوه يجوه ولا رسول الله انزلت علينا ايه، الايه دي نزلت عليك ونحن قريناها، نزلت علينا عليك انت وانت قريتها لنا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا شنو تسليما. عرفنا كيف نسلم عليك دي عارفيننا، فكيف نصلي عليك؟ ديل في زول بيفهم القران اكثر منه، الشين ما بيفهموه بيمشوا يسالونه الرسول عليه الصلاه والسلام، يقوم يقول لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره. ثاني في زول بيجي يجيب لهم صلاه غير دي ويغنعهم، لا اللهم صل على محمد على شنو؟ الخاتم لما سبق، الفاتح لما اغلق، ناصر الحق بالحق، الهادي الى صراطك المستقيم الى اخره. انا هسه اتابع ده ولا اتابع؟ سالوا الرسول عليه الصلاه والسلام مباشره زي ما في البخاري ومسلم، ناس كعب بن عجره رضي الله عنه الرواه الاحاديث، سالوه مباشره عن الصلاه عليه كيف؟ القران والسنه تفهم بفهم الصحابه.